الساعة كانت تشير إلى 10 ليلا عندما توجه فريق قناة الشروق إلى مدينة البليدة لنقل معاناة طلبة طب الأسنان المضربين عن الطعام لليوم 5 على التوالي. فهنا يتجمع الطلبة أمام مدخل جامعة سعد دحلب لمواصلة إضرابهم والمبيت في العراء. اللي صرا اليوم راه يصرا كل يوم وراح يضعف. إذا اليوم جاونا صباح شافوا حالات من الإغماء، شافوا حالة هستيرية، شافوا الناس تطلع وتهبط، الناس تلحق كما يقول لك دق على قوس الخاطر، تشوف الناس تموت قدامك. الجوع والبرد والخوف ثالوث لم يثن هؤلاء في مواصلة إضرابهم. لحقنا لليل راهم شافوا هناك فاش رانا عايشين، البرد، حماية ما كانش، الأمن ما كانش. يؤازرون بعضهم البعض ويقدمون لأنفسهم الدعم المعنوي. هؤلاء الطلبة أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة حسبهم.